مشاهدي ومتتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر الآخر من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من منطقة عين الدير اللي على غير العادة كتكون في وسط الشهر كتكون خاوية. اليوم السبت عامرة ربما أكثر من ليلة السنة، نتوما كنشوفو واحد المجهودات كبيرة كيبدلوها رجال الأمن الوطني في هذا الأثناء. السؤال اللي كيطرح نفسه هو هاد الناس اللي كيبيعوا هاد الورد بهاد الطريقة الاستفزازية، واش مازال ما تلقى لهمش حل؟ وكنشوفوا عدد من السيارات ديال رجال الامن في هذا الاثناء امام مخفر الشرطة هنا بعين الدير. شوفوا كيفاش ان بائع ديال الورود هو اللي معرقل الحركة ديال السير هنا باش يبيع واحد الوردة هنايا امام اعين رجال الامن. ما فهمتش انا هاد الناس واش مكيحشموش. هاي دخلات واحد السيد اخر على الخط كتقول له حيد خلي السيد يدوز. ها هو او بغى يدخل معاه في نزاع. هادشي فوضى هاني ما كيقوموا بها الناس. كتشاهدون هنا مشاهدينا الكرام هذه هي أبرز ما يقع في هذا الأثناء، لحظة ديال خروج مشاهدي وزبناء الملايين البلبليين مدينة الدار البيضاء. نتوما كتشوفو كيفاش أنه ضمني على اليمن ربما باش يتكلم مع الزميل ديالو أو صديق ديالو أو يتحرش
شابة على متن هذا السيارة، شنو واقع بالضبط؟ الله أعلم. ما تشوف شوف 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 إذا شابة داخل السيارة، نتمنى من المشاهدين يقولوا لنا من اي مدينه او من اي دوله كتتابعوا هذا المباشر على قناه الشاب، قناه شوف تي في، في هذه الفتره الليليه اللي كتستمر حتى الساعه السابعه صباحا. ابراهيم ابراهيم شجيل، ما عرفتش كيفاش نلقى خويا الاسم ديالو، فري جابني مسكين. الغربيه اقليم 16، مرحبا بسي ابراهيم من اقليم 16.
نحن باقي مستمرين معكم مشاهدين الكرام دائما على قناة الشعب قناة شوف تي في فهد المباشر من قلب منطقة عين تاب بمدينة الدار البيضاء. نقول لكم ما يقع لحظة خروج زملاء ومرتدي الملاهي والعلب الليلية وما يقع بعد الخروج. قوم معنا انتم دائما على قناة الشعب قناة شوف تي في. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. دمتم في رعاية الله وإلى مباشر آخر بإذن الله.